عقد مجلس النواب جلسته الثالثة بدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. نعم، وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 بشأن طلب تمديد عمل اللجنة لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة الأولى والتي ستنقضي بتاريخ 30 من ديسمبر 2022، كما تم بالإجماع الموافقة على اعتماد ترشيح أعضاء جدد من النواب للجنة برنامج الحكومة. بعدها وافق المجلس على أسماء النواب للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ووافق مجلس النواب أيضا خلال الجلسة على أسماء النواب لعضوية الجلسة التنفيذية للشعب البرلمانية لمملكة البحرين. تمديد اللي طلبته لجنة برنامج عمل الحكومة هو مطلوب، لأن إحنا لائحة داخلية تتيح لنا أن يعني نطلب 10 أيام إضافية، وأيضا نطلب إذا اضطرنا أيضا 10 أيام إضافية للموضوع، يعني المجموع يكون 30 يوم. إحنا عندنا سقف محدد إلى انتهاء عمل اللجنة وماشيين عليه بطريقة صحيحة، وبالتالي لأن نظرا لي يعني الوقت وضيق الوقت اللي عندنا، فإحنا مضطرين أن أيضا نعمل اجتماعات يومية وأحيانا اجتماعين في اليوم. فالطلب اليوم يصب في هذا الاتجاه، أن احنا نطلب تمديد من الأعضاء، واللي مشكورين أعضاء مجلس النواب وافقوا على التمديد نظرا لأهمية اللجنة وأهمية موضوعها اللي تناقشه. فإحنا سعداء أن هذا التمديد تم اليوم، وإن شاء الله نحاول ننتهي في المدة المحددة قريبا. أبرز الأمور اللي ناقشناها هي تمديد برنامج عمل الحكومة. هذا البرنامج يتطلب دراسة ووقت أكثر، لأن هذا البرنامج اللي بنمشي عليه إن شاء الله ل4 سنوات القادمة، ونتطلع إن شاء الله نركز على المستوى المعيشي للمواطنين. تم مناقشة بعض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اعتماد لجنة الرد على الخطاب السامي، واعتماد لجنة الشعب البرلمانية، وتم طلب المجلس أو اللجنة عمل الحكومة لتمديد المهلة لدراسة برنامج العمل بشكل أفضل وبشكل أوسع.